التصعيد في غزة والانتهاكات في قطاع غزة والمشاهد المؤلمة اللي يمكن يتحملها أي بني آدم قوبلت باتصالات وتحركات مكثفة من القيادة السياسية في مصر لاحتواء الأزمة في غزة ووقف التصعيد ووقف نزيم الدم اللي بيروح ضحيته الأبرياء واللي للأسف أغلبهم من النساء والأطفال. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على آخر التطورات على الأرض والجهود والتحركات الدبلوماسية في الساعات القليلة الماضية. معانا على الهواء الدكتور محمود سلامة الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير دكتور سلامة. في البداية حابين نتكلم مع حضرتك 11 أو 12 يوم بعد حرب إسرائيل على قطاع غزة، أبرز المواقف الإقليمية والدولية وشايف المشهد حتى هذه اللحظة إزاي؟ صباح الخير. صباح النور. يعني بداية خلينا نبدأ بحصيلة الشهداء الفلسطينيين المتواصل والعدوان عدوان قوات الاحتلال، مع التأكيد أو الرفض القاطع لدخول المساعدات إلا بعد الجهود المصرية والاتفاق مع الولايات المتحدة على إقلال المساعدات. إن شاء الله المساعدات في دخول قطاع غزة بداية من اليوم إن شاء الله. وصلت تقريبا حوالي 4. يعني أعذرني بس الصوت مش واضح، لو ممكن بس يعني تتحرك بس يا فندم لأنه الصوت مش واضح. أنا الصوت تمام يعني كده؟ أفضل. اتفضل. طيب يعني حصيلة في الأرض الفلسطينية حاليا بلغ من 13,000 جريح حتى الآن المستند على الأراضي الفلسطينية، مع استمرار القوات عدم دخول المساعدات إلا بعد دخول إلا بعد موافقة يعني عدم دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية إلا بعد الجهود الأخيرة اللي حصلت وقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. ان شاء الله هنشهد اول مرحله من دخول المساعدات يعني من المعبر. هي دكتور محمود، يعني زي ما حضرتك تحدثت انه المشهد مليء الحقيقه باحداث كتيره جدا، ان كان من تصاعد للاحداث في غزه او حتى من التحركات المصريه على جميع الاصعده. زي كنا بنتكلم يا محمد من منذ قليل، الموضوع كان يعني ابتدى بتلميح تلويح ثم تصريح بما يحدث في غزه. صحيح. حاولنا انه على قد ما نقدر، اعتقد الوضع خلاص اتشرح بشكل مباشر وواضح جدا. كمان احنا شفنا جمانه تحركات دبلوماسيه لا تهدا ابدا. يعني امبارح كان في قمه مهمه جدا، القمة المصرية الأردنية اللي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الملك عبد الله ملك الأردن. كمان في تحركات، احنا مصر هتستقبل خلال ساعات قليلة قمة مهمة جدا بتحمل عنوان قمة القاهرة للسلام، ترحيب دولي ومشاركة إقليمية ودولية في هذه القمة اللي هدفها الرئيسي، هو الهدف الأهم هو إيقاف الحرب في غزة، حقن دماء الأبرياء بشكل مباشر وإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. قمة القاهرة للسلام يعني زي ما بيقولوا كده بيعول عليها بشكل كبير جدا إنها ممكن تحدث اختراق ما الفترة المقبلة. وبدأ يعني حسأل حضرتك دكتور محمود على الهوى ترتيبات القاهرة لهذه القمة المرتقبة خلال ساعات إن شاء الله، وترحيب دولي حضور لافت هيكون من قادة وزعماء، الرسالة وراء هذه القمة في هذا التوقيت تحديدا. طيب يعني الجهود المصرية الحقيقة ما كانتش يعني من قريب، هي الجهود المصرية بدأت من أول يوم للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى في كل الاتجاهات، لقاءات بيعقدها السيد وزير الخارجية وسيادة الرئيس. وصلنا يعني اللقاءات تقريبا حوالي 18 اتصال دبلوماسي من وزاره الخارجيه مع لقاء اكثر من 6 وزراء خارجيه هنا في القاهره، لقاءات السيد الرئيس مع المستشار الالماني، و الاتصالات المستمره مع الرئيس الفرنسي والرئيس الامريكي. كل دول يعني بنتكلم عن الدعم الغربي للموقف الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، هي دي الدول اللي كانت داعمه بشكل كبير خلال الفتره الاخيره. كان من المفترض ان تنعقد قمه الاردن طبعا القمه الرباعيه، ولكن بسبب قصف مستشفى المعمداني القمه الغيت، فالقاهره فرصه جيده جدا
لطرح القضية بشكل أكثر قوة، للتوصل إلى موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني وضغط على الولايات المتحدة أيضا والاحتلال الإسرائيلي. احنا عندنا تقريبا 31 دولة أكدت حضورها إن شاء الله. القمة من المتوقع أنها تخرج بموقف ثابت موحد تجاه تهجير الفلسطينيين من ارضهم، تجاه وقف اطلاق النار. كل الموقف يعني كل الدول الموجوده في القمه من المفترض ان هي هتخرج ب لو هنقول بيانات، كل البيانات دي او الموقف ده هيبقى ضاغط على الاحتلال الفلسطيني. هل مطروح يا دكتور محمود يعني هل مطروح انه يبقى في افق سياسي جديد، يعني ممكن مره اخرى اعاده احياء المسار التفاوضي الحديث عن السلام، وطبعا ده وفق المرجعات الدوليه واقامه الدوله الفلسطينيه، هل حديث عن إحياء مسار تفاوضي ممكن في اللحظة اللي احنا بنعيشها تحديدا؟ يعني هو الأولوية طبعا هتكون أول حاجة خالص هنوصل ليها أو أول قرار ممكن نتوصل ليه هو أننا نعمل وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، ده أولا. النقطة الثانية أن احنا نسمح بفتح الممرات الإنسانية بشكل مستدام، ما يبقاش فتح مشروط للممرات وتمرير أو إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية. النقطة الثالثة أن احنا نرجع ثاني للمسار التفاوضي، وأنه الطرفين يجلسوا على طاولة التفاوض برعاية دولية مستمرة من أجل حل الدولتين أو الاتفاق على حل الدولتين. طيب بجانب يا فندم، طيب طبعا كل النقاط اللي حضرتك ذكرتها، لكن القضية الآنية والضرورية في الوقت الحالي بجانب طبعا فتح ممرات إنسانية والوقف الفوري إطلاق النار هو إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، واحنا بنتكلم على قطع الكهرباء والمياه وخلاص القطاع الصحي تقريبا انهار في قطاع غزة. والغريب جدا كمان ان الصوره المنقوله للراي العام الاجنبي ان مصر هي كمان اللي رافضه ادخال المساعدات لقطاع غزه، لكن في الواقع هي مصر امام موقف صارم وبتتخذ موقف صارم، وهو انه عشان اقدر ان انا اقدر ادخل الاجانب الموجودين في قطاع غزه يجب ان ادخل ايضا المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزه. شايف حضرتك هذا الموقف ازاي؟ واحنا فين بالظبط من هذه النقطة تحديدا؟ لا، هو تصوير الموقف المصري بانه رافض لادخال المساعدات من الجانب المصري طبعا ده خاطئ تماما. احنا كنا بنشهد خلال الايام الماضية يعني قصف مستمر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فده يعني ادى الى تدمير البنية التحتية ناحية في الجانب الفلسطيني. مصر اكدت مرارا من خلال وزاره الخارجيه والسيد الرئيس ايضا اكدوا على انه المعبر مفتوح منذ اليوم الاول للصراع ولن يغلق، ولكن الـ يعني الحالات الانسانيه بتخرج وفقا للمستجدات او وفقا لما هو متاح للجانب المصري. مصر كمان يعني كانت بترفض انه المساعدات تدخل لمنطقه معينه في قطاع غزه، يعني احنا بندخل المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل غير مشروط، احنا في حالة حرب، فبالتالي لابد من وجود ممرات إغاثية وممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات. الجانب الإسرائيلي كان بيصمم دايما على تفتيش المساعدات الإغاثية والإنسانية، مصر يعني كانت بترفض الخطوة دي، ان يتم الإشراف على المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي تدخل قطاع غزة من جانب الأمم المتحدة وليس القوات الاحتلال. تمام. دكتور محمود، إذا تأملنا المواقف الدولية إحنا أمام لحظة غير مسبوقة في تاريخ السياسة، إنه تعاطف وتأييد غير مسبوق من يعني عواصم القرار في العالم، بتكلم على الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، لإسرائيل دعم مطلق بلا حدود. رجل الشارع البسيط حتى بيتساءل هنا، القوة الكبرى في العالم بتقف مع إسرائيل، إسرائيل بتعتدي على قطاع غزة، ايه الاوراق اللي في ايد صانع السياسه في العالم العربي؟ هل في رهان على اطراف اخرى زي روسيا، زي الصين؟ لما نقرا المشهد دوليا او الاطراف الدوليه، ما هي الاطراف اللي يمكن انها فعلا تقدم دعم حقيقي للقضيه الفلسطينيه الفتره اللي جايه؟ هو الطرف الاول والاخير يعني او الاقوى في هذه القضيه هو الطرف المصري في الاساس، وبعدين بيجي الاطراف الاقليميه او الفاعلين الاقليميين عندنا في المنطقه هنا، الدول العربيه وتركيا وايران برضو. الدول دي يكون ليها موقف اقوى من اللي بيحصل او من التصعيد الغربي تجاه الفلسطينيين.
احنا عندنا موقفين. الموقف الاول هو دعم اوروبي امريكي للموقف الاسرائيلي بحجه ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ايضا الفلسطينيين لهم الحق في الدفاع عن نفسهم. هم للاسف دكتور محمود هم للاسف الشديد يعني روجوا لهذه الروايه للراي العام العالمي، يعني في تعاطف بعض الشيء غير دوائر صنع القرار مع الفكره دي انه اسرائيل من حقها انها تدافع عن نفسها ومن حقها انها تحاصر وتجوع وتهدد قطاع غزه باكمله. يعني هو الاعلام الغربي بشكل عام كان بيصور انه هجوم 7 اكتوبر هو هجوم ارهابي قتل الاطفال وقام بخطف العجائز، ويعني الشكل المعلن عنه او اللي تم ترويجه في الاعلام الغربي او الصوره اللي تم ترويج هجوم 7 اكتوبر على الاراضي في اسرائيل هو الشكل، هو ده اللي خلى المجتمع الغربي ينحاز ضد الفلسطينيين بهذا الشكل. كمان الحكومات اخذت قرارات، يعني مجموعه قرارات كده، ان هي في البدايه وقت المساعدات للفلسطينيين او للسلطه الفلسطينيه من الاتحاد الاوروبي وبعدين يتراجعوا عنه وبعدين دول منفرده ترجع تاني تقطع المساعدات دي، وبعدين بعد ما يشوفوا الوضع الانساني المتردي في غزه بعد القصف المستمر والهجمات الجويه المستمره يعلنوا عن حزم مساعدات بقيمه ملايين الدولارات للاراضي الفلسطينيه، لسه ما شفناش ده. لكن الاداه الاعلاميه كان ليها دور كبير جدا في يعني تهيج الرأي الغربي ضد الفلسطينيين ودعم مقاطع نظير لل. طيب دكتور محمود اعذرني المقاطعة، ولكن في النقطة دي تحديدا، وبعد 12 يوم تقريبا على قصف قطاع غزة، صحيح الأداة الإعلامية الغربية سخرت كل جهودها وأدواتها الإعلامية لأنها تروج لفكرة أنه إسرائيل تتعرض لحركة إرهابية وتتعرض لمواطنيها يتعرضوا للاغتصاب والأطفال يتم قطع رؤوسهم وما إلى ذلك، ولكن على الجانب الآخر تم إحراجهم. وخلينا نقول أن الجانب الغربي والنوافذ الإعلامية للغرب بالفعل تعرضت للإحراج، وبالفعل بعض أهم النوافذ الإعلامية خرجت واعتذرت عن الأخبار الخاطئة اللي صرحت بيها واللي خرجت بيها. بعد كل ده يا فندم، إزاي يعني حتى الآن يتم الترويج مرة أخرى؟ يعني بعد ضحض هذه الفكرة يتم الترويج لهذه الفكرة مرة أخرى حتى بعد كم الإحراج؟ الخطاب تم تغييره بالفعل، يعني طريقة تصدير الأخبار عن اللي بيحصل في الأراضي الفلسطينية تم تغييرها من جانب القنوات والمواقف الحكومية الرسمية أيضا، بعد ما كنا بنشوف هجوم ودعم يعني كامل للاعتداءات الإسرائيلية لقينا أنه لا، ابتدت الحكومات تتحدث عن إدخال المساعدات الإغاثية وضرورة فتح ممرات وتجريم صف المدنيين. كل ده يعني ابتدينا نسمع عنه كمان من الأمم المتحدة. الشكل اتغير وتم احراج القنوات الاعلاميه الغربيه، البي بي سي نفسها حصل مجموعه من الاستقالات من العاملين في البي بي سي بعد تقارير مضلله، لانه بيقال انه البي بي سي هي نشرت تقارير ساهم في ضرب مستشفى المعمداني في غزه. تمام. طب برايك دكتور محمود، هل ممكن نراهن على تغير في الراي العام او في الشارع الغربي؟ يعني ممكن نشوف الفترة اللي جاية مزيد من التظاهرات في بعض العواصم الغربية للضغط على الحكومات بتعديل موقفها من القضية بشكل كبير، هل ده ممكن يحصل؟ هل ممكن نبني على تغير ما في الرأي العام العالمي، إلى جانب طبعا اللي بيحصل عندنا في العواصم العربية والإسلامية والضغط الشعبي اللي بيزيد يوم بعد يوم؟ يعني خليني بس قبل الجزئيه بتاعه الضغط الشعبي او التحول الموقف الجماهيري في الدول الغربيه، ان انا هتكلم عن نقطتين في مجلس الامن. روسيا في البدايه تقدمت بمشروع قرار، مشروع قرار لوقف اطلاق النار والتهدئه في الاراضي الفلسطينيه، ولكن مشروع القرار لم يحصل الا على 8 اصوات من 15 صوت. علشان يتم تمرير اي قرار لازم يحصل على 9 اصوات على الاقل، وبالتالي المعلن في رفض القرار الروسي كان انه القرار لا يدين حماس. ولكن في الحقيقه يعني ممكن يتم تفسير رفض القرار الروسي بحاله العداء بين الدول الغربيه وبين روسيا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. بعدها تقدمت البرازيل بمشروع قرار متكامل الاركان كما يريد الغرب، بيدين الهجمات اللي قامت بيها حماس في 7 اكتوبر وبيطلب التهدئه ووقف اطلاق النار. وافق على القرار 12 دوله من 15 دوله في مجلس الامن.
ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أو استغلت حق النقض الفيتو ورفضت القرار، وادعت أنه الجهود الدبلوماسية الأمريكية ناجحة إلى الآن ويجب أن تأخذ مجراها أو مسارها. أعتقد أنه التحول في مواقف الدول في مجلس الأمن من 8 دول موافقة على وقف إطلاق النار إلى 12 دولة، كمان في دولتين امتنعوا عن التصويت اللي هي روسيا والمملكة المتحدة، فعندنا روسيا كمان بتؤيد وقف إطلاق النار واستهداف فلسطين، ففي 13 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن كانت يعني بتنادي دي التهدئة أو بتوافق على التهدئة وقت إطلاق النار وفتح ممرات الثانية. الموقف الرسمي ده بيؤكد أنه في انعكاس أو في تحول في الموقف الشعبي أيضا. ابتدينا نشهد بعض التظاهرات في الولايات المتحدة نفسها بتطالب بمراعاة الوضع الإنساني في غزة. أعتقد أن دي مطالبات أي صوت عاقل يا دكتور حقيقة، لكن حتى الآن للأسف جلسات مجلس الأمن هي لم تسفر عن أي موقف حاسم، واللي بيدفع الثمن للأسف أهالينا في قطاع غزة. محتاجين صوت عاقل أو حتى صوت إنساني، يعني لو بنتكلم دايما على القوانين الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، صوت إنساني ينظر إلى غزة وإلى من يعيش في غزة.